أهلا بكم، أهلا وسهلا. معايا اليوم نموذج رائع من داخل جمهورية مصر العربية. لما أقول رائع فأنا بقدم نموذج مشرف للدولة المصرية. هنتعرف عليها وهي طالبة عندي بتدرس في أحد المجاميع من داخل جمهورية مصر العربية، طبعا مع فرق التوقيت بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. نموذج جميل جدا، هنتعرف عليه ونعرف قصتها في تعلم اللغة الإنجليزية. معايا من داخل مصر الحبيبة، بلد الكنانة، بلد الحضارة، أهلا بيك يا أستاذة. اهلا بحضرتك يا دكتور، اهلا. انا شرف كبير لي انا ابقى مع حضرتك النهارده، والشرف الاكبر ان احد طلابك. يعني أنت اتعرفتي بداية كده، اتعرفتي عليا إزاي من البداية؟ وصلتي لي إزاي حضرتك من داخل مصر؟ على طريق السوشيال ميديا لقيت حضرتك بتتكلم، كنت بدور على حاجه موتيفيتد او انسبايرنج، فلقيت حضرتك بتتكلم انك لا يأس مع الحياه ولا حياه مع اليأس، ولو ما صابتش من اول مره حاول مره تانية، قارنش نفسك، يعني 7 تيبس، يعني تيبس فور لايف. فعجبني جدا صراحة الفيديو، وبقيت أبحث بقى أقر بقى، كنت بشوفه قبل ما أنام، كملت للفجر فانبهرت بصراحة. قلت يعني الناس ممكن تضيع وقت وعمر كبير على الإنترنت من غير ما تستفيد حاجة، لكن في فيديو حضرتك بتجمع بين المتعة والفايدة. فدورت بقى فين العبقري ده ولاقيه فين، فبحثت كده لحد ما توصلت لحضرتك، ولك لي الشرف إنك تضمني لأحد المجاميع عندك. تمام، انت حضرتك بتدرسي معايا يا استاذه بقالك قد ايه فتره زمنيه؟ شهر تقريبا تواصلت مع حضرتك اخر السنه اللي فاتت، والتحقت بالمجاميع بس بنتي، يعني بدايه الشهر ده. شهر، شهر فقط لا غير بقالك بتدرسي معايا. طيب بدايه كده حضرتك قبل ما تدرسي معايا، انت خدتي كورسات داخل جمهوريه مصر العربيه او خارج مصر في تعلم اللغه الانجليزيه؟ كتير انا طبعا، يعني انا معايا ماستر، فعشان اخد الماستر كان لازم اخد التوفل، ماستر في ايه فاخدت حضرتك؟ ماستر ديجري ان بزنس ادمنستريشن، وكان من ريبيوتابل يونيفرسيتي يعني في اوروبا، فكان لازم اخد التويفل. فقلت احسن مكان اخد فيه من التويفل، رحت خدته في الجامعه الامريكيه. لما خدته في الجامعه الامريكيه فادني، بس انا ان جنرال فادني في الامتحان، لكن في الحقيقه في الرياليتي لا ولا حاجه، جاست يعني تو جيت سكورز وخلاص. بس خلصت الماستر قلت بقى اتطور في شغلي، لا طبعا، لان انا عندي الماده العلميه او عندي النو هاو، بس مش عارفه اوصله، لان احنا شركه مالتي ناشونال، فلازم طبعا توصل المعلومه دي بشكل سلس، بسلاسه بدون صعوبه، وتبقى كرييتيف. فكان برضو لسه عائق اللغه عندي، فاكتشفت قلت لا، انا بقى خلاص هطلع بره مصر خلاص واشوف حد بره. شفت الناس بقى اونلاين، بس طبعا هم نيتيف سبيكرز مش بيعرفوا عربي، فلما تبقى حتى عايز تسال سؤال مش عارف تصيغه ازاي. فهو الكورسات كلها لا اما نيتيف سبيكرز ما لا يتقنوا العربيه، لا اما ارابيك سبيكرز ولا يتقنوا الانجليزيه. فاخيرا هي وجدتها بقى العبقري اللي بوتقا سهر فيها العربي والانجليزي وحد القطرين، فبنعرف نتفاهم معاه وعارف العقليه العربيه، فاحدثت طفره في حياتي بصراحه. طيب دلوقتي انت حضرتك وظيفتك ايه، او الوظيفه بتاعتك ايه داخل جمهوريه مصر العربيه؟ انا اعرف تماما ان حضرتك بتشتغلي مع شركه عالميه من داخل جمهوريه مصر العربيه، الوظيفه بتاعتك ايه؟ أنا كواليتي اشورنس، مسؤولة عن الميديكال داتا ريبورتينج، سنسيتيف داتا ريبورتينج، يعني هو ان ذا ميديكال فيلد، هو ده البوزيشن بتاعي، مسؤولة عن الجودة وعن ارسال البيانات الحساسة لجهات حساسة برضه. تمام، يعني انت منصب قيادي. تمام، بقالك قد ايه في الوظيفة ديت؟ يعني خبرة قد ايه؟ تقريبا داخل على 10 سنين. 10 سنين خبرة. 10 سنين خبرة حضرتك، التعليم بتاعك ماستر ديجري، يعني معاكي ام بي اي، ماستر اوف بزنس ادمنستريشن من جامعة ايه يا استاذة؟ من ايست لاسكا بزنس سكول، او الدار، وهي ريبيوتابل يونيفرسيتي ان يوروب يعني، بس برضه الانجليش هو يعني هو الانجليش، عارفين المعلومات وعارفين كل حاجه، بس ما بنعرفش نعبر عنها بشكل جيد، او ما بنعرفش نوصل المعلومه للنيتيف سبيكرز بشكل جيد، وهما مش يعني انت بيستنوا بقى احنا نعمل بقص. اتفضل خدت قول. كورسات، خدت كورسات عندك باللغه الانجليزيه. يس مظبوط. طيب نيجي دلوقتي وخدت برضو كورسات عشان تاخدي الماستر سواء في الجامعه الامريكيه، وخدت برضو كورسات في مراكز في مصر، برضو مراكز تعليميه. بتذكر اسماء، كنت بحس ان مستواي احسن من اللي بيدونا الكورس، يعني كنت بتحس هو ان مستواكي اعلى من اللي بيدرس؟
فطبعا خلاص انت بتعتمد على نفسك، تدرس نفسك بنفسك. ولكن النقطة في التعليم الذاتي انه انت لازم محتاج حد بوش اب، يعني حد يدفعك تمشي في السيستم بحيث ان انت تتطور وتعرف انت اتطورت ولا لا، ويدفعك ويشجعك. لان برضو في حد في مستوى معين او لدرجة معينة انت خلاص بتحس انك مليت او مش عارف انا كويس ولا لا، فلازم تبقى مع كوتش كويس او حد يدربك كويس بحيث انك يطلع منك احسن حاجة، ويعرف السترينث بوينتس والويك بوينتس عندك. طيب انت فدي حضرتك نقطة برضه. دلوقتي لما جيتي لي الشهر دوت شفتي ايه بقى؟ يعني قولي لي كده خبرتك كده في الشهر ده شفتي ايه يا استاذه؟ اتفضلي. شفت كتير. انا اولا اول ما حضرت اول محاضرة بصراحة انبهرت. طبعا هو الفيديوهات دي قطرة من غيث، يعني وما خفي كان اعظم، الواقع اعظم بكتير. واول ما الفيديوهات اللي حضرتها هي الفيديوهات القصيره اللي انا بعملها على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا، هي فيها بتجمع الاثنين الفايده والمعلومه، ولكن دي قطره من غايتي. ولا حاجه في المحاضرات اللي حضرتك بتديها فيها زخم معلومات، فيها شغل عالي جدا من التدريب والاتقان والجهد المبذول، كمان اللي هو بيتطلب منا ان احنا نبذل جهد مضاعف. هو لما يبقى مدير المنتخب شاطر، هو كل الفريق بتاعه هيبقى شاطر، يعني هو ده معروف يعني. فبس فلما دخلت بقى تبعت التعليمات، مشيت على اللي حضرتك بتقوله، بقيت احاول استوعب وامشي بالظبط زي حضرتك بتقوله. فجاء عندنا ميتنج، والميتنج ده بيحضره بورد اوف دايركتورز. فاحنا الميتنج ده بيتكلم فيه الناس بس اللي هم عندهم اضافه، عندهم حاجه انوفيتيف وكده. فانا دايما احضر الميتنج كيب سايلنت، خلاص موافقون موافقون، لان انا يعني عندي حاجات ممكن اقولها وفي اضافات قويه ممكن تبقى اضافه للشركه، بس انا مش قادره اعبر عنها لان انا عندي عقده في لساني مش عارفه اتكلم. فبس فقالوا ان الكانسر ريجستري يتكلم يعني، فاتكلمت فشكروني ورحبوا بحفاوه بيا وقالوا لي ان ننتظر منك المزيد في الميتنجز الجايه. يعني كانت اول مره اتكلم كده لمده 3 دقائق بسلاسه، كنت حاسه ان مش هخسر حاجه لو اتكلمت زي ما حضرتك كنت بتقول لي. ففعلا جربت واتكلمت وما ندمتش، فعلا كنت حنة بقى لو ما اتكلمتش. بس وفي حسيتي ايميلز بإيه بقى، بعد؟ حسيتي بإيه بعد ما عملتي السبيتش بتاعتك واتكلمتي وعملتي البرزنتيشن بتاعك؟ حسيتي بإيه؟ أول مرة تعملي برزنتيشن بالشكل دوت؟ طبعا اول مره حتى في الجراديويشن ما كانش بالكفاءه العاليه دي، بقول يا ريتني عرفت الدكتور يعني بروفيسور قبل ما اكمل الماستر، كان هيطلع في مستوى تاني خالص يعني، ماني طالعه بجريد كويس. لكن في الميتنج ده انا انبهرت، انا نفسي ما صدقتش نفسي وهم نفسهم مش مصدقين، لان اول مره اتكلم ويفهموني ويعجبهم الاداء بتاعي. بس الحمد لله رب العالمين، هو كله فضل الله سبحانه وتعالى ثم حضرتك يعني. فانا لما المدير سالني يا مان هو ده المركز اللي، مش قلت له لا خالص، مش ده خالص، ده عامل للقارات، ده قنبله من يعني خطير، شخص خطير لو اتعلمت منه هتستفيد منه كتير، خبره حياتيه وخبره علميه. اي انجليش يا دكتور بندرسه في اي حته في الدنيا هو ثواني بس، بيركزه. ثواني. هو دلوقتي المدير دوت، انت بعد ما القيتي البرزنتيشن بتاعك، فالمدير بتاعك لاحظ في اختلاف، فعايز يعرف ايه اللي حصل في المستوى دوت، فقال لك انت بتاخدي مع المركز الفلاني عشان مستواكي كده عالي في البرزنتيشن، فقلت له لا، ده حد تاني بروفيسور من امريكا، مش كده؟ تمام مظبوط، لان المركز ده متخصص في الامريكان اكسنت، فاخدت فيه ليفل واحد بس انا حسيت ان انا احسن يعني افضل من اللي بيدوني يعني. وكان جنرال انجليش برضو وما استفدتش حاجه، المحصله زيرو ما استفدتيش خالص. حاجة. ده كان داخل مصر يا أستاذة؟ كان داخل مصر وكان واللي بيدرسنا نيتيف سبيكر، بس ما استفدتش حاجه لان احنا مش عارفين احنا بنغلط في ايه. يعني هو بيقول معلومه بس ايه حضرتك الفرق بينك وبين اي حد تاني يا دكتور، ان حضرتك بتقول لنا ايه الغلط عشان نتفاداه وايه الصح اللي نتبعه، التانيين بقى بيقولوا لنا ايه الصح بس وامشوا عليه. طب انا برضو مش عارفه انا العيب عندي فين في النطق، يعني احنا مشكلتنا الليسننج اكتر والسبيكنج، هي عقده الكلام وعقده السمع. تمام. طيب اذا مديرك لاحظ ان في اختلاف في مستواك في اللغه الانجليزيه، تمام المدير، فده اداكي كده ثقه. عشان طبعا كده، عشان كده طبعا انت اتصلت بيا قلت لي انا فرحانه جدا 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 باللي حصل دوت، وانا مش مصدقه اللي حصل لي، فاداكي ثقه عاليه، وما كنتيش تتخيل ان بعد شهر يحصل لك دوت، مش كده؟ قلت لو كملت بعد كده يحصل ايه. طبعا نهائي، لانه انت ممكن تتكلم مع شخص عادي عربي يفهمك يعني، لكن دول نيتف سبيكرز وكونهم يثنوا عليك يعني، والاجانب مش بيجاملوا في مشاعرهم. فكان صراحه الفضل لله كله ثم لحضرتك انك طلعت مني الاتقان ده والثقه دي، لان انا الثقه جاتني ان انا عارفه اتكلم،
هو انا لو مش عارفه اتكلم ما كنتش هيبقى عندي الثقه دي. شفت حد يا أستاذة في، طبعا أنا عارف إن أنت يعني معاكي تعليم كويس جدا، و شفت حد بيشرح بالشكل ده سواء في أي مركز أو في أي جامعة تعليمية أو في أي مركز تعليمي؟ أنا عارف إن أنت خدت كورسات كتير ودخلت جامعات كتير ومعاكي شهادات كويسة جدا، شفت حد بيشرح بالطريقة ديت وإزاي أنا مختلف يا أستاذة؟ اتفضلي. لا طبعا مفيش حد في نهائي، انا على مر عمري كله عمري في حياتي ولا اللي ولا المعاصرين ليا مر علينا حد بالكفاءة دي بالشطارة دي، متقن لشغله للدرجة دي، بيحب شغله للدرجة دي، بيحب يطلع احسن حاجة في الطلاب بتوعه، بيعصر يعني خبرة عملية وخبرة حياتية، وغير بقى مهارة التدريس نفسها، لان التعليم فن، وكون حضرتك عندك الموهبة دي فتعرف توصلها لنا، انت عندك شغف بحاجة فبتنقلنا الباشن ده. فانا دايما بقول هو الفولت عالي عند البروفيسور، فعشان كده كل التيم بتاعه مستواهم حلو قوي، الفولت كله عالي عند كل الناس اللي عند حضرتك، زي الفولت عالي بينور لمبات كتير، اضاءات البولت قوية يعني. حلو لكن حلو المكان التعريف ده، جميل. المراكز التانية بس بتركز على حاجة واحدة، بتركز انك تتعلم الانجليش الكلاسيك، الايلتس، التوفل، بس حتى كله كلاسيك، لكن النورمال انجليش اللي ممكن نسمعه ونتداوله مش بنفهمه، وده بقى ضروري لان كل الناس عندها اولاد دلوقتي، او حتى الابلكيشنز، احنا في عالم عصر الانترنت والديجيتاليزيشن والايرا يعني خلاص ما عادش، والسرعه رهيبه، انك عشان تكوب ويز وانك تعاصر لازم كمان تطور نفسك. يعني انا دايما بقول لو الانجليزي زمان كان تعلمه فضيله او ان هو من الكماليات، لا دلوقتي بقى تعلمه ضروره، وضروره قصوى ترتقي طبعا للوجوب، لانه خلاص كل حاجه في الدنيا هو اللغه الرسميه للتعامل حول العالم، من الصين للهند، وبحضرتك يعني ربنا انعم على البشريه بحضرتك، لان حضرتك فاهم العقليه الشرق الاوسط او العرب، بالاضافه طبعا ان حضرتك اصلا احنا مفروض نفخر ونزهو ان حضرتك بتنضم يعني من لغه الضاد عربي، واتقنت الانجليزيه كانك يعني انت سهر فيك العربي والانجليزي، الثقافه العربيه والانجليزيه، فوحدت القطرين الغربي والشرقي. تمام. يعني انا فاكر حضرتك قلت لي ايه ده في المحاضره، انا ما شفتش حد بيشرح بالطريقه ديت، ايه ده، ايه الشرح ده، ايه التمكن دوت، انا عمري في حياتي ما شفت حد، حتى في الجامعات اللي دخلتها ما شفتش حد خالص بيشرح ولا في أي بالطريقه دي مادة ولا نهائي، اي لا ماده. خالص نهائي، لأن حضرتك بتشرح لآخر قطرة، يعني بتشرح كده نهر جاري من العطاء المتدفق، يعني كل ما زدتنا احنا بنقول لك هل من مزيد، عذب كل ما تدينا معلومات نقول لك هل من مزيد، وحضرتك صراحة كريم بمعنى الكلمة انك بتدينا بزيادة، يعني ما هو لكل انسان نصيب من اسمه، فانا ما شفتش بتاخدي كم ورقة في المحاضرة؟ يعني أنا ببعت لك كم ورقة في المحاضرة بتاخدي؟ 25 اتليست، 25 ورقة اتليست ده في السيشن الواحد، 25 ورقة. خدت حاجة زي كده، حد يبعت لك 25 ورقة 30 ورقة بيشرحوا؟ بالتفصيل ممل كده، لا خالص كله تمارين في كل حاجه، في النطق وفي السمع، وازاي نبقى افكتيف ليسنر وازاي افكتيف سبيكر، لا مفيش كده خالص، لا 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 خالص يا دكتور مفيش الكلام ده، احنا خليتنا نغني ونكح ونعطس بالانجليزي. حاجة غريبة. حالة فريدة، حالة فريدة، ربنا يحميك يا رب ويزيدك من فضله. هو يعني هو ربنا بيقول لك ايه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وحضرتك من الناس اللي ربنا جعل لهم قبول، فعشان كده بنتقبل منك اي ماده بتطرحها، وفعلا يعني اي حاجه منك سبحان الله بتثبت بتتاسس تاسيس صح، حتى الزلزال اللي حصل للشهداء رحمه الله عليهم في سوريا وتركيا، في مباني ثبتت وفي مباني انهارت، فاحنا كده برضه في العصر ده بيميز الخبيث من الطيب، لو الانسان متاسس في الانجليش صح هو هيرتقي مش بشغله بس بحياته كلها، فكده والحياة دلوقتي المنافسة شديدة يعني شرسة، ما عدناش في القطر المحلي بس، لا بقت المنافسة عالمية. تمام. يعني معنى كده ان في تغيير كلي وجزئي في حياتك في شهر بس من دراسة اللغة الإنجليزية من داخل جمهورية مصر العربية، ودرست في أماكن كتير وجامعات كتير، ولكن بناء على كلام حضرتك لم تتعلمي شيء مقارنة بهذه الكورسات. خالص يا دكتور نهائي،
هو كله فوكس على الجرامر والاكسبريشنز وخلاص الوردز، لكن حضرتك بتعلمنا كمان الاكسبريشن، بتعمل لنا سيتويشنز، هي ميكانيزم جديده كده اول مره اشوفها في التعليم، ان حد يخلق سيتويشن وسيناريوز ويعني لا عبقري، سبحان الله عبقريه، هي تالنت، هي موهبه مش، وربنا مش بيديها لاي حد. تمام. بس ان حضرتك انا اشكرك انك وصلت يعني اديتنا المعلومه دي، تكرمت وتوصل لنا العلم ده. لما انت حضرتك بتذاكر المحاضرة بتاعتي يا أستاذة، بتذاكر المحاضرة بتاعتي في قد ايه وقت؟ هو ات مينيمم لو هذاكر كل يوم بذاكر 3 ساعات، لو اكتر لو بسمع بس بسمع 3 ساعات، لو باكتر بقى اقعد 5 6 ساعات، الوقت بياخدني، هي شيقه، انا بقعد اكرر واعيد واقرا واعيد، فالوقت بياخدني، الاقي نفسي دخلت مثلا من 12 بالليل ل 7 الصبح، فعلى يعني معنى حسب. كده من بداية الكورس اللي هو الشهر أنا بقيت جزء كبير من حياتك. طبعا لان هو الافاده عايده على كل مناحي حياتي، انا ما بتطور علميا، the more you learn the more you earn، انا خلاص كده upgrade for my life. فإذا 3 ساعات في اليوم، 3 ساعات وأربع ساعات في اليوم. اتمت يس مظبوط، ومستمتعه يعني بعمل اي حاجه مستمتع. بقعد اسمع حضرتك. تمام، وما بتتضايقيش من المحاضرة بتاعتي يا أستاذة؟ مثلا أنا بقعد مثلا بالأربع 5 ساعات، ساعات كده، ما بتتضايقيش مني؟ 5 ساعات واحد بيشرح، ما بتتضايقيش خالص، ما بتمليش؟ خلاص بالعكس يا دكتور، احنا مش نفسنا تخلص بصراحة نفسك يعني تخلص. أه يعني شدك. جدا. وفي أهم حاجة إن التركيز بيبقى عالي من أول المحاضرة لآخر المحاضرة، وكمان الأكتيف والإنرجي بتاعت حضرتك ثابتة برضو من أول المحاضرة لآخر المحاضرة، وده أهم حاجة، لأن اللي أنا خدته كله كنا بننام، بيقول هاي وباي ونصحى على باي، هاي ندخل ننام نصحى بقى على باي وهو طالع، لكن لا المحاضرات كانت عندك مملة مش كده؟ كان في ملل. جدا جدا، لان هم جدا. يمكن هم مش حابين اللي بيعملوه، فاحنا بالتالي مش عارفين نستوعب منه، لكن حضرتك شغوف وبتحب بتعشق اللي بتعمله، فعشان كده وصلت لنا الفايبس دي، احنا كمان بقينا نحب الانجليش من حب حضرتك. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. طبعا المتحدثة هي حاصلة على ماجستير، ماستر بزنس ادمنستريشن، ماجستير في اداره الاعمال من داخل جمهوريه مصر العربيه، من ضمن الجامعات المرموقه الدوليه العالميه من داخل مصر. درست في اماكن كثيره، اماكن عالميه من داخل مصر، واماكن ايضا مرموقه من داخل مصر. ولكن المفاجاه انا مش هقولها، المفاجاه انا هعمل معاها لقاءات عديده، وهنا المفاجاه انا مش هقول، لكن انا بقول للعالم كله، وبقول لان انا بعشق المفاجآت، بعشق المفاجآت. الاستاذه اللي حضراتكم شايفينها نموذج مشرف جدا للدوله المصريه، وهطلعها تاني وتالت ورابع، وهنا تكون المفاجاه. انا بعشق المفاجآت، وبعشق ان اطلع حد مستواه يضرب المستوى العالمي ويضرب المستوى الدولي. مستواها هيكون فوق، هي دلوقتي حاصلة على ماجستير من جامعة دولية عالمية معترف بيها عالميا، لكن الخطوة اللي جاية ايه؟ هي دي بقى المفاجأة. بعشق المفاجآت. من خبراتي الحياتية والعملية والأكاديمية، نتذكر هذه الأستاذة من داخل جمهورية مصر العربية، أنا هقدمها لكم، مش هقول، لكن انتظروني قريبا في نموذج مشرف، بس بطريقة أخرى، بطريقة ما. هي درست شهر بس، كل اللي انتوا سمعتوه ده من شهر، يعني لسه ما خدتش من إنجليزي. كل ده يا دكتور والله العظيم، المحاضرة الواحدة من حضرتك، السيشن الواحد يتقسم في سمستر كامل، يعني يدرس في كده في سنة أكاديمية لوحده، زخم معلومات رهيب، وفي كل مناحي الحياة، يعني ما فيش مكان في الدنيا بيجمع كل الثقافات دي، يعني كل المعلومات من كل المجالات، القانون، الأمن، البيزنس، ما فيش مين مكان هيديك كل ده، وغير بقى الانجليش الجنرال انجليش بتاع الممارسه اليوميه، وبتدوه لنا بالكلاسيك انجليش والسلاك بالعاميه والاكاديميه ما شفتيش حد بيخش في كذا كذا منطقة كده لغوية خالص، يشرح ده اللي انا بالطريقة دي؟
جاست وان تراك وخلاص وانتهى، هاي باي وخلصنا، وخلصنا كمان، وتلاقي فجأة لسه داخل تلاقي الكورس خلص. طب انا ما استفدتش حاجة. فحاسه ان تضيع وقتك، كنت بتروحي بتضيعي وقت مش كده؟ والله يا دكتور تضييع، سيبك من الوقت، تضييع فرص ضايعة. يعني الوقت ده انا يعني الاوبورتونيتي كوست كان ممكن اعمل فيه حاجة تانية مش مهم، ودافعين اغلى حاجة يعني اعلى حاجة في القطر اللي احنا فيه، ومع ذلك ما فيش، كأنك بتجري بتجري وخلاص، وعايزك تخلص عشان تطلع الليفل اللي بعده وخلاص، وادفع في فلوس. طب انا الخساره بتاعتي ماديه ومعنويه، لان الوقت ده كان ممكن اخد فيه حاجه تانيه واستفيد اكتر. بالتأكيد. حسيت كده يا أستاذة إن اتضحك عليكي، يعني الفلوس دي اترمت على الأرض بصراحة؟ طبعا صراحه كتير كتير اترمت على الارض، اتحرقت يعني، يا ريتني صدقت بيها احسن، ما سابتش فيا اي اثر، وضيعت وقت. الاغلى من الفلوس الوقت، يعني لما تروح مكان ولا تاخده اونلاين على الاقل اتليست 2 اورز، طبعا تضيع وقت كتير، كان الوقت ده ممكن نستفيد منه ونعمل فيه حاجه تانية احسن. يعني مفيش مصداقيه، انت بتروح على سمعه المكان بس، الحقيقه ان جوده اللي بيدرس جوه مش كما تتوقع، يعني مش ساتسفايد، مش بتشبعك، مش يعني بتوصلك نقدر لغايه نقول كده، الساتشوريتد. نقدر نقول كده بالمصري، من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله، مش كده؟ شكل مظبوط بس بروباجندا، لكن لما بتخش جوه بتتصدمي. تمام، مظبوط صح، مظبوط فعلا. يعني مش عايزه اقول لحضرتك والله، يعني اذا مش عارفه يا مسموح ولا لا، هو توب سيكريت، قالوا لي ناس من جوه الجامعه الاي او سي نفسها قالوا لي لا ما تاخديش ما تكمليش هنا، نفسهم قالوا لي انت ليه عايزه تكملي هنا ما تكمليش هنا، وده يعني اللي هو شهاده متحدث اللغه الانجليزيه بلا باقه، يعني من داخل الاي او سي اللي هو اختصار ايه عندك يا استاذه؟ American University in Egypt in Cairo. تمام، من داخل الجامعه الامريكيه. قعدت معاهم قد ايه يا استاذه تدريسي هناك؟ كتير، انا طول عمري من يوم ما اتخرجت انا باخد معاهم، يخلص من من يوم شهاده ما خلصت لشهاده. من 2006 لحد الان للحظتنا هذه انا باخد معاهم، كل ما يعملوا كورس اخده، اقول يمكن اتغير يمكن المستوى اتحسن، لكن لا. كمان الليسننج يا دكتور، في صح نقطه افتكرتها، الليسننج اللي تفضلي. بيسمعوها لنا هناك مش بيبقوا السبيكرز نيتيف سبيكرز، بيبقوا لا اما راشن، يعني الاوديو اللي بنسمعه بيبقوا راشن سبانيش، فطبعا الاكسنت برضو بيبقى فيها ايه تغيير. مع الخبره بقى عرفنا، قال لك لا ده روسي ده اوكرانيين اللي بيقروا الاوديو ده عشان يدونا مهارات، لكن حضرتك لا 100 حاجه اصلي، حاجه اوريجينال اصلي، فبس. فانا بقول يعني انا الحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمني بحضرتك عشان اوفر وقت وجهد، وان رب رساله ربنا ان لقيت فيديو حضرتك ده علشان انضم ليك واتعلم بقى صح. خلاص حضرتك شلت السوفت وير القديم كله، هنزل سوفت وير جديد على اساس صح، فالحمد لله. عشان كده لما بقول لحد لما يجي عندي انسى اللي فات، انسى اللي فات، ارمي اللي فات ده ورا ظهرك. فهمت دلوقتي حضرتك يعني ايه انسى اللي فات دوت؟ فهمت، احنا ما انسى اللي اتعلمناش فات؟ حاجه ما اللي استفدتش فات، حاجة. ما حتى introduce yourself ابسط حاجه ما نعرفش نقولها، بعد الكورسات الطويله دي كلها، بعد الصرف ده كله، برضو I am graduated from I am working at، بس كده مش تقدر تجيب حاجه تانية. حاجات البدائيه، البيزكس. هما طبعا هناك بيعلموك البيزكس، الحاجات البدائيه عشان تمشي. جرامر اهم حاجه، الجرامر، البريزنت كونتينيوس تنس والبريزنت سيمبل تنس والحاجات دي والباست والحاجات دي، بس هو الفوكس اكتر هنا على الجرامر. فطبعا من شهر واحد لقيت حتى المدير بتاعك لما لقاك عملت البرزنتيشن ده قال لك ايه ده؟ في ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ ده ايه يا ده؟ دكتور والله بيقول لي خدتي كام ليفل، يعني كام انا قلت ليفل؟ ده لسه ما خلصتش اول ليفل، بس الحمد لله رب العالمين تأثير ايجابي وواضح، اللهم لك الحمد. انا حتى زادني ثقة في نفسي، انا بقيت عارفة اتكلم طلاقة يعني. ممتاز، ممتاز، مزيد من النجاح يا أستاذة. ولسه إن شاء الله بإذن الله، أنا بقول للعالم كله، الناس اللي بتشوفنا، أنا لسه ما طلعتش منها ولسه ما شافتش إنجليزي مني. لسه كل الأستاذة اللي بتتكلم فيه ده هو شهر فقط دراسة، لسه ما طلعتش منها المستوى اللي أنا عايزه. الأستاذة منصب قيادي داخل جمهورية مصر العربية في شركة عالمية، خبرة 10 سنين، ليها خبرة جميلة جدا في مجالها، خدت كورسات كتير جدا، ولكن أنا لسه ما طلعتش منها المستوى اللي أنا عايزه، المستوى اللي فوق بقى.
لسه انتظروني قريبا جدا مع هذه الشخصية الجميلة اللي هي بتشرف مصر ونموذج حلو قوي خارج من جمهورية مصر العربية. مش هقول ومش هعلن، لكن أنا بقول لكم مفاجآت جميلة جدا 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 جدا، قريبا انتظروني. أشكرك يا أستاذة، وطبعا مرحبا بك. في نجاح دايم، ودايما أنا بنهي فيديوهاتي بكلمة جميلة جدا: knowledge is It's power، power. المعرفة قوة. شرفتيني، وإن شاء الله بإذن الله نطلع منك مستوى جميل جدا. أولا يشرفني ويشرف حضرتك ويشرف الشركة اللي أنت شغالة معاها ويشرفك في المجتمع اللي أنت عايشة فيه، مع طبعا كل زمايلك كل المديرين عندك، وأكون أنا فخور بيكي دايما. أنا فرحان بيكي جدا 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 جدا، مزيدا من التقدم والنجاح فرحان بيكي إن بعد أول برزنتيشن حصل في اختلاف قوي جدا في شخصيتك، أكسبك ثقة بنفسك، عرفت إن أنت بعد كل دوت وبعد كل الدراسة ديت إن أنت في المكان الصح. شكرا ربنا حضرتك اولا ثم اخيرا ثم لحضرتك يا دكتور. بصراحه انا ليا الشرف والفخر ان انا ازهو وافخر ان انا باخد كورسات مع حضرتك، ان انا يعني ليا يعني لحقت حضرتك حتى لو متاخر، بس المهم اني لحقت. مش مهم، التعليم هو رحله حياه، طول ما احنا عايشين بنتعلم. أشكرك يا أستاذة المتحدثة، هي حاصلة على ماجستير، أقوى ماجستير من جامعة دولية عالمية على مستوى العالم، مع تعليم فوق الممتاز. أشكرك يا أستاذة، ومن نجاح إلى نجاح. شكرا، باي باي باي.